الدكتور مصطفى عزيز مسوح. كنشكرو سي الدكتور بيكم. عزيز، كنشكر شكرا جزيلا، نشكركم انتم الحضور، جيتوا من تارودان سي جابرييل والاخوان، الله يجزيكم بخير الزياره هذه القدام اللي درتو، كنشكركم شكرا، ما شاء الله يخليكم، جزاكم الله خيرا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعينا اش ام تي في نيوز. اليوم كنتواجدوا مع واحد الشخصيه بارزه اللي سي ابراهيم الروداني، ابن ابراهيم الروداني المقاوم المغربي. سيد ابراهيم السلام عليكم. السلام. اليوم كنحضروا معك في الذكرى ديال سيد ابراهيم الروداني المقاوم المغربي. ممكن بعد التوضيحات ممكن تكلمنا شويه وكيفاش جات الفكره ديال باش ديروا الذكرى لاول مره؟ ديري تزاد 1907. 1907 ديال تيردان يتعلق واحد الوقت العشرينات، اخر وقت العشرينات، مازال الدار البيضاء هو الاخ ديالو. بدا كيخدم هنا وخدمه هنا، كعرف ديك الوقت ما كايناش، كيلتاجوا كلشي للدار البيضاء باش يخدموا الناس، وخدم هنايا وبدا حتى دار واحد المحل ديال جافير، المحل ديال تاكزات دينا الخميس، ودا الجافير داروا فينا واحد الدرج على المناصير فين غادي يموت، غادي يتقسم سنت جوي 56 على النار 65 عام دابا. والذكرى كنديرها أول مرة، الشهيد الأب ديالي الله يرحمه ملي مات هو 5 جوي 56، تزادي 29 جوي 56، دونك يعني تزدتي في السنة اللي توفى فيها 24 يوم بعد. واش سماوي إبراهيم؟ سماوك الاسم ديال الوالد ديالك. سيد إبراهيم واش كاين بعض الإخوة؟ كاين عندي خويا الله يرحمه كان الحاج حماد اللي كان ربانا الوقيته، راه كان عنده 20 عام، كان عاقل ولي ربانا الله يرحمه، وكان من جهه الاب ديالي كانت عنده امه فاطمه ماتت وفات، وتزوج مع امه القيه وبقى عاش معنا، وعندو با ولد وليدات بنات ولاد الى يومنا هذا. دابا انت هو الصغير في الصغير في خوتك، شحال عندك دابا من سنه؟ 65 عام ذكرى الوالد. تبارك الله. وكيفاش جات الفكره باش ديروا الذكرى ديالو لاول مره في هذا الوقت هذه؟ مول فين كندير واحد، كنديروها في لي جورنو، كنكتبوها في جورنال. اه باش كتبقى دوز. ايوا ملي درت واحد المؤسسه ابراهيم الروداني للابحاث والدراسات، وفكروا الاخوان قال لك اش ما ديرش الذكرى. درتي عليها شي كتاب؟ كنحاول ان شاء الله كنوجدوا ليه نديروا شي كتاب، ممكن شي سيناريو ان شاء الله. مع الاخوان اللي جاوا من تارودانت، تارودانت اولا من راس المنطقه غادي معاهم في الاتجاه. واش سيدي ابراهيم الروداني هو علاش مسمين داك الشارع ديال ابراهيم الروداني؟ اييه هذاك الشارع كانوا داروا لجنه باش يسميو الشوارع في المغرب، وكان سميتو جون كورتان، واللجنه كان فيها الشارع كان سميتو في الاول جون كورتان، وملي كانت اللجنه كان فيها السي عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله، وقتها حنا كنا السي ابراهيم كان الشارع كوميساريا سونترال، شكون هذاك المندوب؟ كنتعرفوا المقاوي فاش غنديروا لها سي عبد الرحمن ديالو في هذا الشارع، وبقى تسميها سي الى يومنا هذا ابراهيم الروداني. ابراهيم الروداني ودابا اسم راه مسمى. دابا ملي كدوز انت من الشارع كتقول هذا الشارع راه مسمي على الوالد ديالي. الوالد ديالي ايه، وزيدون الوالد ديالي كان زاد واحد السميه، كانت بكري ديك الساعه كانوا كيلقبوهم ملقب الزراوي فلان، مول الماء مول هاتاي مول هادي، كانوا كيعطوا لي الروداني حجه انت رودانت، وكيهضر بالامازيغيه والفرنسيه. دابا هذيك السميه ديال تارودانت ماشي كنيه ديالهم الاصل. كانوا ابراهيم بن حمد، ما كانوش عندنا. كانوا على اسماء ديال الابوين. اسماء جدك ولا كانوا. ومن بعد ملي قال لهم بالامازيغيه قال لهم اديادو السلطان ديالنا غادي يرجع، واخا نعرفوا نقربلوها زعما صنوضوا هذا بيت نوضوا الفاضل سلاحيا وهذاك الشيء، واستقلال بلادنا يرجع امازيغا اديادو اديادو اديادو، قال لي قلت لكم اديادو اديادو غيرجع غيرجع، ومني شدينا الاستقلال الناس حطوا السلاح، وقال مشعل الجماعه صوب الكناش الحال المدنيه باش يسجل ولادو، سيد قال لي السير وداني قال لي زيدك تما اديادو، ملي كنقول لك زيد اديادو قال لي راه زيد اسكت، حيت قال لي ما قلتها لكم كاينه لي صرع الملك رجع الحمد لله، توصل نخدموا جهاد اخر نخدموا مع بلاد ديالنا وبلادنا.
وانت سي ابراهيم كنت تعيش هنا في المغرب ولا؟ انا قريت فرنسا في مونبولي ومن بعد عشت فرنسا، عاودت جيت لبلادي، دخلت لبلادي، ساكن بلادي. واش تبغي تقول لنا على الذكرى ديال الاب ديالك الله يرحمه؟ الذكرى اللي كنشكركم نتوما والاخوان اللي جاوا المقاومين واصدقائي، الشرفه شكرا لكم جزيلا. هذا الحضور هذا زعما راه فرحتونا وفرحتوا العائله، الله يجازيكم بخير، نتمنى تكرر ان شاء الله هذا الذكرى. يعني كل سنه غتبقى تفكر الذكرى ديالو وتحول الى ان شاء الله. تكلمنا على الوالد ديالك، بعد المقتطفات اللي كنتي كتسمع وكانت كتعجبك وكتخلي فيك الروح والدم ديال الوطنيه، شنو الحوايج اللي كنتي كتسمعهم وكانوا كيعجبوك؟ حيت انت ما عقلتيش عليه، غنقول لك العقل ديالك ما عقلتش، ولكن شنو كنتي كتسمع للوالد ديالك؟ بزاف، حيت هو كان عنده هذا افكار، عنده فيزيون وما كيخافش. زعما لي فرونسي كانوا واحد النهار كان كيجوا عنده لي زاميريكان، ملي جاو لاباز امريكان هنا باش يدافعوا على الالمان، وكان كيجوا عنده التكزات ديالهم مع الخامس لي جي ايس بوليس ميليتير، كانوا منهم شي لبنانيين جنسيه امريكان، كان كيجيبهم دبليودي تحت الدار، تبقى تجيب تما واقفه بوليس ميليتير، صاره كيجيبو تجيب تخلعو، كيقول هذا السيد جاب حتى الامريكان مع حتى الدار هادي ديالو، السيد زعما شي زعما كان عنده شي حيال. وواحد النهار كان جا عنده شي ناس، واحد السيده نصرانيه في حتى الجزائر، حتى قالت لي هاد العام غيجي بابا نويل اش بغيتي يجيب لك الكادو اللي بغيتي، قال لها لانديبوندونس ديما. وعندنا كان غادي مع الهاشمي الكحل الله يرحمه، غادي نغازل شي سلاح وشي قنبولات مش عارف درجة الله، وكان شي انفجار تما شي طونطا، كاين بوليس طرق الدنيا، هو يقول با الهاشمي الكحل، يقول الهاشمي الكحل متوكيل الله يرحمه صديق ديالو، قال لي البوليس بوليس السي ابراهيم دور، قال لي ما تخافش شنو كتتنقص، وعيط لذاك لاجون بوليس قال لي جي 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 لاجون قال لي سي اوبلي بور تورني لونسيان فيل باغ اون فور باسي، هو يبلوك الطريق قال لي دوز دوز، قال لي انت الفن قال لي الكلام بزاف تاع يعني كان رجل شجاع، كان رجل قوي، كان استراتيجي كي فيزيون كيفكر وما كيخافش. شكون ملقى من المقاومين اللي كانوا الاصدقاء ديالو؟ خصني ديما عندنا في الدار، خصني ديما عايش معنا رحمه الله، مات عنده 27 عام، كنت كاين داك راك عرفتو باش توفى، وزقتنا حنا كان عندنا في الدار وبا كان مشدود، كانوا الاخوان المقاومين عندنا في الدار باش ياكل باش يشرب باش تبارك الله باش وكيقلبوا على الزقتوني، قال لهم راه كاين عند الدار روداني وموس مع الجيب، قلت لهم هذا خويا راه كيقلبوا عليه فاش كيفاش، ويتلبسوا الجلابه ديالها والمدالي، قلت لها تكرواز رجلك حضر راسك تمشى بحال المرا وسير رجعي نعرف وجا فعلا كيقول خويا ماما دازهم، جا عند امي زقت فيا قلت له ما عادش زقت وداز